شرح كتالوج شهر 11. الشهر ده ومناسبة مرور 20 سنة على أوريفليم مصر، أوريفليم منزل لنا مجموعات جديدة كتيرة رائعة. تعالوا نشوف عندنا إيه الشهر ده. أول حاجة عندنا أود بارفان نازلة جديد من مجموعة دوان. أود بارفان معمولة من الكريز ومن الورود المختلفة، ريحتها رائعة وطبعا ثباتها عالي جدا لأنها أود بارفان، لازم تجربوها هتعجبكم جدا. كمان الشهر ده عندنا أربع ألوان جديدة من المانيكير دوان، بس هنا هما معمولين من الجل تكنولوجي. الجل تكنولوجي ثبات أعلى للمانيكير، هيقعد معاكي فترة أطول، مش هيقشر بسرعة، وكمان لمعة رائعة للمانيكير بتاعك. كمان ألوان جديدة من دوان الروج المات موس. كلمة مات الناس كلها بتحب الحاجات المات، مات طبعا يعني غير لامع، أما كلمة موس لما بتضاف على المات فده تركيبة خفيفة على الشفايف، بس في نفس الوقت هتديكي تغطية كاملة وتغطية رائعة للشفايف، بس هي تركيبة خفيفة، انت حاسة أكنك مش حاطة روج على الشفايف، لكن تغطية رائعة وتغطية حلوة جدا للشفايف بألوان حلوة جدا، ألوان جديدة حلوة جدا. تعالوا نشوف بقى ايه الجديد عندنا الشهر ده في أوريفليم. الكونتور بقالنا كتير مستنين الكونتور. أوريفليم نزلت لنا كونتور باودر مكون من 3 ألوان، الدرجة الأولى الغامق، وبعدين الهايلايتر الفاتح نمرة 2، وتالت حاجة البلاشر أو أحمر الخدود. تعالوا نشوف بنحطهم فين، بنستخدمهم فين في البشرة. اللون الغامق زي ما انتوا شايفين مكتوب نمرة 1، بنحطهم على الخدود وكمان على منابت الشعر، حوالين منابت الشعر وعند الرقبة أو كونتور الوش والرقبة، دي المناطق اللي بغمقها في البشرة، وكمان جناب المناخير، ناحيتين الجناب المناخير. أما الهايلايتر أو التفتيح بنحطها تحت العين نمرة 2 المكتوب فيها نمرة 2، في وسط القورة وخط رفيع وسط المناخير وتحت الشفايف عند حتة الدقن، دي المناطق التفتيح في البشرة. أما البلاشر فبنحطه على منطقة الخدود. الباليتة دي كمان فيها ميزة حلوة قوي، علشان هي باودر فسهلة للاستخدام لأي حد يقدر يستخدمها للكونتور، لأنه الكونتور في ناس مش شرط تعرف تستخدمها قوي، لكن الباليتة دي هتسهل جدا لأن هي باودر، وكمان نقدر نستخدم ألوان الباليتة دي عشان هي باودر كأي شادو فوق العين. في خصومات كتيرة رائعة الشهر ده، سواء على الفاونديشن، على الإقلام، على الميلك أند هاني، خصومات كتيرة قوي حلوة في الكتالوج. كمان عندنا مجموعة الكالر بوكس منزلة ليب جلوس ألوان حلوة جدا بتغطية ميديوم للشفايف، ألوانها حلوة برضو قوي، لو حد بيحب يحط روج خفيف، البنات اللي بيروحوا الجامعة ألوانهم خفيفة وألوانهم حلوة قوي. لافين كير مكملة بقية المجموعات بتاعتها كأنت ابتدت الشهر اللي فات، والشهر ده نزلت بقية المجموعات اللي هي الهاند كريم والصابونة والبادي لوشن، كده المجموعة كلها اكتملت. اللافين كير من لجميع أفراد العائلة من سن 3 سنين وحتى أي حد في أفراد العائلة، معمولة من اللوز، واللوز مغذي ومرطب عالي جدا للبشرة. كمان من مجموعة الإليو نازل لنا زيت جديد من الإليو، الزيت هنا ملمسه رائع، ملمسه تقيل للناس اللي شعرها شديد الجفاف، للناس اللي شعرها بيهيش، للناس اللي شعرها مقصف، معمول من زيت الأورجان وزيت الورد وكمان زيت البردق، هيدي ملمس حريري لشعري. بنستخدمه إزاي؟ بعد ما بغسل الشعر بالشامبو وحط البلسم واشطف الشعر، بنشف الشعر يبقى مندي، بعد كده بنحطه على الشعراية والأطراف. كمان عندي الفيمينال للمناطق الحساسة، منزل برضو فيمينال جديد بالكامومايل، فهو مايلد واش، يعني رغوة ناعمة جدا للمناطق الحساسة. مجموعة الفيتاب منزل لنا كريم جديد للقدم، معمول من الكريز ومن القرنفل، ريحته حلوة جدا، الكريز والقرنفل بيعمل ريحة حلوة جدا للقدم، وكمان معمولة وكمان بيعمل ترطيب عالي للقدم، وهو نازل لفترة الشتاء علشان يدي ترطيب، بنحطه على القدم وبنلبس الشراب القطن، فهيديكي ترطيب عالي جدا للقدم. الشهر ده اللي هيشتري 200 جنيه من الكتالوج هيقدر ياخد خصم 50% على السيجنتشر زون. كمان في عرض رائع في الكتالوج، 65% خصم على البي بي، لكل عميل ممكن ياخد قطعة واحدة بس، برضو ده عرض رائع ما تفوتهوش.
كمان في خصم 40% على الليب بالم بتاع الشفايف بألوانه المختلفة، التلات ألوان حلوة جدا. الناس اللي بشرتهم دهنية الشهر ده حظهم حلو، في 60% خصم على البيور سكين، دي للناس اللي بشرتهم دهنية ومليانة مشاكل. المنظف رغوة بستخدمه مرة الصبح ومرة بالليل. عندي السكراب والماسك بيستخدموا مرتين في الأسبوع. على فكرة الكيس ده ممكن يكفيكي المرتين في الأسبوع. طبعا مش هننسى مجموعات النوفيج والأوبتيمالز اللي بتدينا 20% إضافية. وبكده نبقى خلصنا شرح كتالوج شهر 11.